بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بالحضور الكرام وباسمكم جميعا نرحب بسعادة الدكتور هاني البنا مدير المنتدى الإنساني ببريطانيا وعضو مجلس إدارة الهيئة. ونحن هنا حقيقة في مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتعاون مع منتدى المنظمات الإنسانية الإسلامية العالمية بالسودان، يسرنا حقيقة أن نقدم لكم الدكتور هاني في ورشة بعنوان ورشة توطين العمل الإنساني الوطني ورفع قدرات الكوادر. وهذا حقيقة حرصا منا نحن في منظمات الطوعية بالمنتدى والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن دائما نقول أننا نحن هنا أتينا هنا للسودان لمساعدة إخواننا هنا في السودان. وحقيقة نشكر حكومة السودان ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومفوضية العمل الإنساني الاتحادية وكذلك مفوضية ولاية الخرطوم أيضا الذي نحن الآن مستضافين لديهم في هذه القاعة على تسهيل مهمتنا. ونحن عندما نطرح هذا الموضوع نرمي من ورائه أن نترك وراءنا منظمات مجتمع مدني قوية تسد الفراغ الذي قد يحدث في حالة أننا نحن منظمات أجنبية قادرنا هذه الدولة الحبيبة. وبالتالي من هذا الباب أردنا أن نقدم هذا الموضوع الهام. وبيننا الدكتور هاني البنا وهو غني عن التعريف، هو خبير العمل الإنساني منذ قرابة الأربعين عاما، لأنه هو المؤسس حقيقة لمنظمة الإغاثة عبر العالم أو إسلامك ريليف التي تعرفونها، وهي منظمة بريطانية وبيس في بريطانيا وتعمل في كثير من الدول في حول العالم ولها دور رائد وكبير جدا وتحظى بعضوية الإيكوسوك وعضوية كثير من المنظمات الإقليمية والجمعيات الإقليمية. كما أنه الآن هو انتقل إلى جانب أرحب بعد أن أسس هذه المنظمة الفتية الفاعلة إلى شيء أشمل وأوسع ويعنى بكثير من الأمور التي تتعلق بتوظيف العمل الإنساني بما يخدم العالم أجمع، وهو المنتدى الإنساني الذي أيضا مقره في بريطانيا. ومن خلال هذا المنتدى هو يقوم بجولات كثيرة ويستضاف في محافل عدة ويقدم الكثير من خبراته الثرة. نحن اليوم نسعد بوجود دكتور هاني البنا معنا هنا، ولا نريد أن نطيل ونحيل بيننا وبينه بينكم وبينه، ونقدم لكم الآن في هذه الورشة وجزاكم الله خيرا. أنا أصلي ما بقعد بتعب، لما بقف برتاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا علاقتي بالسودان أكثر من 40 سنة. لما جيت هنا في سنة 76، وبعدين بدأنا العمل في سنة 89 عمل رسمي بفتح مكتب بعد حدوث اللي هو الجفاف والمجاعة في أريتريا في عام 1983، وبدأنا نعمل في السودان منذ ذلك الوقت. السودان علمتنا أشياء كثيرة جدا، علمتنا العمل الاجتماعي وعلمتنا العمل الإنساني وعلمتنا العمل التنموي والتأهيلي إلى آخره. فالسودان كدولة وكوطن وتاريخ وثقافة وشعب لا فضل ليس فقط علي أنا وحدي، بل على كثير جدا من المؤسسات الدولية التي تعلمت على أيدي السودانيين وتعلمت من خلال معاناة الشعب السوداني أو اللاجئين الذين أتوا إلى السودان من دول أفريقية عدة أو النازحين الذين نزحوا في أماكن مختلفة داخل السودان. احنا اليوم بنواجه اللي هو الفيضانات، نفس الشيء اللي احنا كنا بنواجهه قبل كده أيام المجاعة في أريتريا. مجاعة في أريتريا يعني في جفاف، في قحط، في كذا. الأيام دي في فيضانات، كان في فيضانات السنة اللي فاتت، يعني معناها في تغير مناخي، تلوث بيئي، انحباس حراري وارتفاع في معدل إنتاج ثاني أكسيد الكربون في العالم.
انا مش هسيب السودان ولا اي حاجه الا لما ادي الحته دي. اللي عجبه عجبه، ما عجبوش هو حر. دولتين في العالم يشار اليهم بالبنان في انتاج ثاني اكسيد الكربون 45%، الصين 29%، الولايات المتحده الامريكيه 16%، وكلاهما ليس عضوا في مؤتمرات المناخ. امس جات لي صور من عفار في اثيوبيا، فيضانات شرق افريقيا، فيضانات باكستان افغانستان، فيضانات نيجر مالي، فيضانات كل الحاجات دي كلها. يعني انتاج الصناعي او الميكنة الحديثة ادت الى ما وصلنا اليه الان. نرجع نتكلم في موضوعنا، انا كان لازم اتكلم الكلمة دي كلها لان انا كنت بزور المخيمات في مناطق مختلفة، واحنا عارفين السبب هو ايه، لكن تعنت الدول الكبرى التي تلوث المناخ وتغير المناخ وتساعد على الانحباس الحراري ولا تأبه بالشعوب هي التي لابد ان تساءل. السنة دي هيجي لنا يمكن يجي فيضان ثاني، السنة الجاية ممكن يجي فيضان ثالث ورابع وخامس، والله اعلم والله اعلم. الناس اللي يقولوا اصل ده قدر الله، في اسباب وفي مسببات. لما بيرتفع منسوب المياه سطح في البحار والمحيطات بتحصل فيضانات وهكذا، لسه الجراد لسه البعوض الى اخره اخره، دي امراض ايه اخرى. كلامنا اليوم هيكون على شيء اخر تماما وهو التوطين. احنا كنا من احد المؤسسات الفاعله في ترتيب وتنظيم المؤتمر القمه الانساني اللي حصل في اسطنبول عام 2016. تعال يا سامي، تعال اقعد هنا يا اخويا على المنصه، اقعد جنب الشيخ، خليك انت قاعد، خليك انت قاعد، واخد بالك. التوطين، ما خرجنا بثلاث مخرجات. التوطين يعني بنسميه بالانجليزي لوكاليزيشن، وبعدين لا نترك احد خلفنا، اللي هو يعني المشاركه او الاخوه اللي بنسميه ليف نو وان بيهايند، والثالث اسمه اللي هو البارج بنسميه ايه؟ جراند بارجن. جراند بارجن يعني ايه بالعربي؟ الصفقه الكبرى. الصفقه الكبرى. فانا بين الثلاث هذه المخرجات هتكلم معاكم فيها، لان لابد الثلاث مخرجات دول يرتبطوا ببعضهم البعض. لابد. مفيش توطين من غير معرفه الصفقه الكبرى، مفيش توطين من غير مشاركه المجتمع بكافه ثقافاته وقيمه وعاداته وتقاليده وتواريخه وعرقياته الى اخره الى اخره. كلامش على التوطين، كل منا مواطن صالح لابد ان تستفيد الدوله منه او منها، كل منا. فلذلك التوطين لابد يكون شامل في كل مناحي التشكيلات والتركيبات المجتمعيه. يعني ايه توطين؟ أنا عايز شخصياً، أعوذ بالله مش من كلمة أنا، نحن نريد أن نجعل المواطن هو سيد الموقف أو هي سيدة الموقف من التأهيل والتدريب والتمكين والتفعيل والعطاء والبقاء، وأخرجهم من كونهم أنهم مواطنين إلى أن يصبح قادة في المستقبل. نريد المواطن هذا أو هذه أن يكونوا هم أدوات التغيير التي تغير المجتمعات تغييرا إيجابيا، وتبني المجتمعات وتحافظ على التراث وتبني الثقافات والقيم والحضارات إلى آخره. ده دور المواطن. إحنا كلنا معنا أخونا من العون المباشر، صح؟ أنا جاي من بره، أنا جاي زائر شهر وشهرين سنة وسنتين وحمشي. إيه هو الدور الملموس اللي أنا لابد أن أضيفه للمجتمع السوداني أو المجتمع المحلي؟ أكون أنا يعني إيه مذنب إن تركت المجتمع دون أثر. والأثر لا يكون فقط في مبنى أنا بنيته أو طريق أنا بنيته أو إلى آخره، لكن يكون في تغيير المجتمع من خلال بناء القدرات البشرية من أبناء هذا الوطن. أعلى استثمار في أي دولة في العالم وأي المجتمع هو الاستثمار البشري.
حذاري ان نستثمر في الحمير وننسى البشر. عنديش مشكله استثمر في الحمير، انا بحب الحمار. تحب الحمار؟ الله رب مين فيكم بيحب الحمار زي؟ تحب الحمار؟ كلنا بنحب الحمير، لان الحمير مخلوقات جميله وقادره على العمل وملتزمه. يعني في من الحمير من هم ملتزمون باواتر الاعمال بتاعتهم اكثر من مين؟ من مين؟ من البشر. تقول نمشي على طول، نمشي على طول، يرجع لهم. فلابد علينا اننا نترك الاثر في الفرد، نترك الاثر في تكوين المجتمع من الداخل. لان اعظم المؤسسات التي تستطيع تربيه المجتمع والمحافظه على التماسك المجتمعي هي مؤسسات المجتمع المدني. انا دايما بمثلها ازاي؟ بمثلها انها زي شبكه الخرسانه الحديد اللي بتربطها السلك، اللي من غيرها ما فيش عماره، ما فيش مبنى، ما فيش انتم السلك اللي بيربط اسياخ الحديد بعضها بالبعض. انت سلكه صح؟ اسمك ايه انت؟ منى سلكه. وانت سناء؟ ساميه سلكه. ولع سلكه، هتولعين انت كلهم، واخده بالك؟ فلذلك ده الدور. يعني ما ينفعش اخونا عبد المجيد يمشي بدون من 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 السودان قبل ان ينمي قدرات بشريه في كل منطقه بيعمل فيها وكل مشروع يعمل من خلال تنفيذه. ده الاصل كده، ده اللي بنسميه ديكولايزيشن. يمكن انا كنت اتكلمت امس معكم في الـ مش هتكلم خالص، حتى ظبط نفسك عشان اقول لك تقول تعريفين ثلاثه. مقبلك؟ كنا من اجل العلاقه ما بين المجتمع المؤسسات الدوليه والمؤسسات الايه المحليه، هي كلمه بالانجليزي للاسف انا عملتها، ان هو دور المؤسسات الدوليه هي الدعم المادي، الدفاع والتدريب، اللي احنا بنسميها FAT، الدعم المادي وبعدين الدفاع اللي هو الادفوكاسي وبعدين التمرين هو التريننج. يبقى فاندنج ادفوكاسي اند تريننج، ده الفات. خلاص؟ المؤسسه الوطنيه اللي هم انتوا اسمكم بتعطونا المعلومات المجتمعيه التي فيها ابداع يؤدي الى وجود حل مستدام. نوليدج بيز كي انوفيتيف اي سستينابل سوليوشن KISS. يعني انتم اصحاب الايه؟ المعلومه. اوعى حد يجي من بره زي حالاتي ويقول لك انا اعرف. لا، انا ما اعرفش، انا لن اعرف الا ما ستقوله لي. انا اعرف من خبرتي انا بره، فأريد ان اقلها اليك. لكن المعلومه المجتمعيه على ارض السودان هي معلومه وطنيه وانت صاحبها. فالشراكه ما بين مؤسسات المجتمع الدوليه ومؤسسات الوطنيه هي الفات، اللي هو الدعم والدفاع والتدريب، وانتم اللي هو النوليدج بيز انوفيتيف سستينبل سوليوشن، اللي هو المعلومه او الحل المستدام، الحل المستدام الابداعي القائم على المعلومه المجتمعيه. الحل المستدام الابداعي القائم على المعلومه المجتمعيه. من غير المعلومه المجتمعيه انا مش هعرف ادي اي حل. فدي العلاقه اللي احنا ممكن نعملها منا وبعضنا. فده بالنسبه للوطنيات اللي احنا بنتكلم عنها. ده اول محور. ثاني محور، عشان ان انا ما وقتنا هنا محدود وانا مش عايز اتكلم كتير. ثاني محور اللي هو ليف نو وان بيهايند. معناها ايه؟ معناها ان انا انظر للمجتمع الذي فيه ولا استثني منه احد على الاطلاق. قد يكون المجتمع فيه 90% مسلمين، طب ولا 10%؟ هل انت متاكد ان كل المسلمين على قلب رجل واحد؟ هتلاقي فيه مذهب وهتلاقي فيه خلفيه ثقافيه وهتلاقي كذا وهتلاقي فيه كذا وهتلاقي فيه كذا وهتلاقي فيه كذا. فحتى داخل التشكيل الاسلامي هتلاقي تشكيلات اخرى
كثيرة لابد أن نتحاور معها لأنها مكونات مجتمعية مهمة. ناهيك عن العرقيات الأخرى، ناهيك عن القبليات اللي عندنا، ناهيك عن الثقافات والتاريخ المختلف. السودان تعتبر شبه قارة، ماهيش مجرد وطن أو دولة، لا، فيها أشياء، وده يعتبر ده من قوة النسيج المجتمعي أن يتمايز، ها، ليتجانس، أن يتمايز ليتجانس، مش يتمايز ليختلف. فالمخرج الثاني من مؤتمر القمة الإنساني كان هو leave no one behind، ما تسيبوش حد، ناقشوا الناس، سعوا الناس بقلوبكم وعقولكم. الأمر مش مال من ياخذ الفلوس الأبلة، الأمر وطن، وطن احنا بنحاول نبنيه، وطن احنا بنحاول نساعد على جعله وطنا قويا ومجتمعا قويا منتجا. وأهم شيء في النقطتين دول اللي هو الإنتاج، حذاري أن تجعلوا الآخرين يحولونكم أو يحولوني أنا معكم إلى مستهلك، إلى مستهلك، لأن أنا منتج وعندي إنتاج ومنتجات كثيرة جدا أستطيع أن أقيم بها مجتمع قوي، وتستطيع أن تكون منتجاتي حتى لو كانت في مجال واحد. يعني نتكلم على التربية الحيوانية والزراعة، هولندا عندها 5 مليون راس، السودان عندها كم؟ 50؟ طب ما تقول، اديني كده اكثر من 50 مليون. ايه، حمار ولا بقره ولا جاموس؟ طبعا الاحصاء الثروه الحيويه ما في احصاء. يعني بنتكلم في السودان فيها ما بين 100 ل 200 مليون راس من الماعز والغنم والابقار، نهينا عن الحمير اللي انا بحبهم، والجمال اللي انا بعشقهم، تخيلوا. فشوفوا هولندا فين بال 5 مليون، وشوفوا السودان فين بال 200 مليون. وكذلك الموضوع ده موجود في تشاد، وتشاد اقل حظا من السودان في الازمه الاقتصاديه اللي هي بتعاني منها، وتشاد فيها كمان ثروه يعني تخض، بتروليه، الماء، يعني في انواع كثيره جدا من المعادن موجوده في تشاد. انتوا عندكم الذهب كمان طلع الى اخره. فحذاري ان ليه، لان الاقتصاد معناه ايه في حكايه التوطين وحكايه leave no one behind. الاقتصاد معناه هو ان هو قدره المواطن المنتمي للوطن على الانتاج، قدره اي مواطن. ان شاء الله يكون المواطن ده بيشتغل زبال او بيشتغل حمال او بيشتغل منظف او منظفه او بيشتغل مدرس، مش مهم، لان الانتاج وقدر الانتاج ده بيعكس قدر الانتماء. أنا اللي بحب وطني حتى في مهنة جمع القمامة هأديها بجدية وإخلاص، طالما هي مهنة شريفة، طالما أنا حمتينة. مفيش أبدا فارق ما بين مواطن زي حالاتي بيشتغل في النظافة في الشارع، ومواطن آخر بيشتغل أستاذ في الجامعة أو بيشتغل رئيس جمهورية أو بيشتغل أمير أو بيشتغل غفير إلى آخره. لكن هنا الحتة اللي في النص هو التمكين المواطن، وده من خلالنا احنا، إلى أن يصبح مواطن منتجا. والاقتصاد يبنى على الفرد وانتماء الفرد وإنتاج الفرد، لا يبنى على القروض والمنح والهبات. القروض والمنح والهبات تكبل الدول بالديون وتجعلها دول مستجدية وليست دول منتجة. ده بالنسبة leave no one behind. أوعوا، حذاري، يعني انا تعلمت في السودان في خلال من اول زياره ليا مع كان والدي شغال عندكم هنا في الجامعه الاسلاميه في ام درمان، تعلمت ازاي النسيج الغريب ده اللي فيه كل الوان الطيف عايش مع بعض متجانس منذ مئات والاف السنين، قبائل واعراف ولهجات ولغات واديان وثقافات. فالناس عايزين تقسمنا، واحنا نرفض التقسيم، شرزمنا ونرفض الشرزمه الى اخره. وده بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة هيقول المقدمة بتاعتها الأستاذ سامي، لأن ماذا تعني باللي هي جراند بارجن؟ أنت أصلك بيتكلم إنجليزي هو؟ لا، أنا بتكلم مش عارف حفلصاتي. أي كلام، يلا اتفضل. أنت خش المدخل. عايزك تقف جنبي؟ طيب. لا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مش أطول مني يعني. لا العفو، أنا أنت مين عشان نسمع؟ أنا أقصر منك جدا. من أنت؟
طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مهندس زراعي سامي محمد زين العابدين، سامي محمد زين العابدين علي. أنا تخرجت من هنا من السودان جامعة الجزيرة، وبعد ذاك الدراسات العليا كانت في الإدارة، والأساس كان في الإنتاج الحيواني، منتج يعني، أنا ما مستهلك الحمد لله. طيب الآن رئيس وحدة دراسة المشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. شاكر لأستاذي دكتور هاني البنا على إنه جعلني يعني أقف أمامكم. باختصار شديد، الجراند بارجين هو مصطلح ظهر مع النقاش اللي بدأ حول الفجوة الكبيرة اللي بيعاني منها العمل الإنساني في التمويل. يعني واحدة كانت من التحديات اللي بتواجه العمل الإنساني العالمي هو الفند ريزنج أو الفندنج لكل الشغل بتاعنا. الفجوة الكبيرة كانت هي محور نقاش المشاركين في المؤتمر الدولي للعمل الإنساني. فبعد مداولات ظهر المصطلح، وكان هو باختصار شديد تعريفه إنه هو عبارة عن اتفاق ما بين أكبر المانحين في العالم، وهم الدول المانحة الكبيرة معروفة بجي 20 أو غيرها من المصطلحات. المهمة أكبر اقتصاديات في العالم هي مانحة للعمل الإنساني، وما بين أكبر المقدمين للخدمات الإنسانية، سواء كانت وكالات اليو إن الأمم المتحدة أو غيرها من الوكالات الأخرى الوطنية المحلية الإقليمية الدولية غيرها. المهم اجتمعوا أكبر المانحين مع أكبر مقدمين الخدمات، عشان كده كانت الدلالة تحت الكلمة جراند إنها صفقة كبرى. الاتفاق كان ببساطة الغرض منه إنه يوفر المزيد من الآليات لمقدمي الخدمات الإنسانية لكي يقدموا معونات وإغاثات للأفراد الأكثر احتياجاً، وكان بيهدف برضو في النهاية لتوفير مليارات الدولارات في خلال 5 سنين من الاتفاق للمنظمات الإنسانية أيضاً، لأنها تجد المزيد من الآليات لتقدم المعونات الإنسانية للأفراد المحتاجين في العالم. ده باختصار المصطلح. أستاذ هاني طبعاً عنده يعني جرح وتعديل على المصطلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكراً سيدي سامي، وأتمنى أن أنا أكون فيهم اليوم كمثلك وكمثلكم ومثلكنا، مش كده يا ولعة؟ الجراند بارجن ده اللي هو التوافق ما بين مين؟ كتلتين كبار، كتلة الدول المانحة اللي أغلبها دول غربية وبعض الدول الإسلامية والعربية الغنية، وكتلة الأخرى اللي هي المؤسسات المنفذة، لأغلبها المؤسسات الدولية العظمى الكبيرة اللي بتقودها إما الاتحاد الأوروبي أو يقودها الأمم المتحدة ومؤسساتها. خلاص؟ طب فين المؤسسات المحلية؟ أنا قاعد بتكلم معاكم خلال نص ساعة اللي فاتت، ها؟ عن إيه؟ عن اللوكاليزيشن أو التمكين المحلي، وفي نفس الوقت اللي هو leave no one behind. يعني لما قاعد على الترابيزة دي في الغرفة دي، الدول العظمى اللي بتتكلم بالمليارات وكذا وكذا، وليها أهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية وأهداف سياسية وأهداف ثقافية وأهداف أخلاقية وأهداف قيمية وأهداف دينية في كل دول العالم. يعني ما الدول العظمى اللي أنا تنظر للعالم بشمولية، نحن ننظر للعالم بجزئية، جزئياتنا في دارفور، جزئياتنا في الدمازين، جزئياتنا في كردفان، جنوب كردفان، شمال كردفان، وسط كردفان إلى آخره. هم ينظروا بشمولية. أما المؤسسات الدولية التي تنفذ كبيرة ميزانيتها بالمليارات، يعني World Vision لو أنتوا عارفينها وشغالة عندكم في السودان، ما أعرفش ولا مش شغالة، يمكن وصلت 4 مليار دولار. طب فين المؤسسات الوطنية اللي احنا نتكلم عليها localization توطين؟ فين الكرسي بتاعنا داخل مثل هذه المنظومات؟ فين السياسات التي طرحت وأطرت ولم تنفذ؟ احنا خارجين من المؤتمر القمة الإنسانية بنقول ايه؟ بنقول العمل الوطني، وبنقول لا تتركوا احد مننا في الخلف. ايه؟ لا تتركوا احد خلفك، لا تتركوا احد خلفك. ولما عملنا جراند باركن الناس دي مش موجودة، اللي هم أكبر فصيل لتنفيذ مثل هذه المشاريع في الأرض، سواء كان في أمريكا اللاتينية أو كان في أفريقيا
أو كم في آسيا أو كم في أي مكان في العالم. فلذلك إحنا كمؤسسات وطنية إيه دورنا مع بعضنا البعض، وإيه هو دورنا مع الحكومة بتاعتنا؟ دورنا مع بعضنا البعض التواصل، التواصل والتنسيق والتشبيك وبناء الشراكات. لن تستقر دولة أو مجتمع إن لم يبني المجتمع المدني لها شبكة تواصل قوية جدا. لأن أول زي ما كنا من جزء فيرست ريسبوندر، أول مستجيب لأي مصيبة أو أي بلوى أو أي كذا 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 هو مين؟ هو جارك. قد يكون كنيسة، قد يكون معبد، قد يكون مسجد، قد يكون خلوة من الخلاوة، هم دول أول ناس. فاحنا لو احنا دلوقتي يا شباب، يعني انا بقول الكلام ده من سنين لدرجه الناس بيقول احنا حفظنا اللي انت قلنا بس مفيش حد بينفذه. التواصل والتنسيق والتشبيك وبناء الشراكات اصبح في العمل الانساني والعمل الاجتماعي من المعلوم من الدين بالضروره، واصبح مش فرض او في فرض عين او فرض كفايه، لم يصبح فرض كفايه، اصبح فرض عين. فرضيات وأسباب. ليه؟ لأن إحنا مشاكلنا، يعني مثلا الفيضان اللي ضرب السودان من شهرين دلوقتي في أكثر من مليون إنسان متأثر به من نازحين في الداخل، في أكثر من 120 ألف بيت دمر شفناهم إحنا أنا ما سافرتش أنا المدن الأخرى ها، لكن إحنا شفنا يعني مثال في ضواحي الخرطوم مع الإغاثة الإسلامية ومعاكم ومع رواحل. ازيك يا أخ عثمان المؤسسة الجديدة شابة أنت شببه شفناهم 120 ألف بيت دمر، يعني وبعدين 17 من 18 ولاية متأثرة، أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية متأثرة، يعني المحصول مضروب، الناموس اللي هو البعوض اللي هو الجراد اللي الأمراض المعوية اللي احنا مش قلنا عليها. فلو احنا ما تواصلناش مع بعض وما نسقناش مع بعض هتهدر الاموال وهتضيع الحقوق وهتفتت المجتمعات. لذلك انا منظوري ان هو فرض عين وليس فرض كفايه. لماذا؟ لان فرض العين ده لابد على كل شخص منا يقوم به، لان المجتمع بيضيع. ولو ضاع المجتمع تشرذم المواطنين وتفتتت الدول. احنا شايفين امثله كثيره جدا موجودة في العالم بيحدث فيها. فده دوركم انتم مهم جدا، نمرة واحد تنسيق والتشبيك، التنسيق والتواصل والتنسيق والتشبيك والشراكات. اوعى تقول لي انا مسؤول عن الحارة دي، لا مش لوحدة، في ناس معاك موجود، مفيش ابدا. حتى ولو كانت انت ميزانيتك في السودان بتم مليون دولار، يعني ايه 200 مليون دولار؟ ولا شيء ولا شيء. يعني انت بتتكلم عن دولة بسم الله ما شاء الله، شوف المساحة الجغرافية بتاعتها، شوف الـ يعني الـ المشاكل اللي فيها. فده نمرة واحد في الحل. نمرة اثنين في الحل ان احنا نكون واثقين في انفسنا. حذاري ان حد يجي يزعزع ثقتنا في انفسنا وثقتنا في انتمائنا الوطني. حذاري ابدا ابدا، لا يمكن، لان اللي مش واثق في نفسه هيبيع ارضه، هيبيع نفسه الى اخره. لماذا؟ هذا يكون عندنا إيمان، إيمان بانتمائنا لوطننا، إيمان بانتمائنا لمجتمعنا، إيمان بانتمائنا لديننا، إيمان بانتمائنا لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى آخره. دي تعتبر أساسيات، ما هياش أشياء حد اكتشفها، لأن أنتوا رسالتكم في العمل المدني امتداد لرسالة الرسل والأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، امتداد. لما جه انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القران وراح للسيده خديجه وقال لها دثريني دثريني، قالت له والله ان الله لن يخزيك ابدا. حد حافظ الحديث او قول سيده خديجه؟ حد حافظ قول السيده خديجه؟ ها؟ تعال هنا قاعد بعيد ليه وانت شكلك حلو يمكن نجوزك ولا حاجه. يلا كلم الناس قول لهم قول قول مين؟ خديجه. قول امراه كانت هذه المرأة، عشان ما حدش يجي زايد علينا وقلنا المرأة، احنا ماشيين المرأة في الإسلام. بسم الله ما شاء الله أول مرة لقى النساء هنا أكثر من الرجال. خمسة وخميس. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شفت بقى؟
عمل مجتمعي قبل ما يبعث. انت زعلان ايه يا محمد صلاح؟ ده انت كنت اصلا سوشيال وركر، هيومانيتيريان وركر، ادفوكسي مان، كنت انت كل ده، اشتغل في المجتمع، اشتغل مع الغلابه، مع الاقارب، مع مع مع، وانت سيب بقى ايه وتصل الرحم. تعال هنا، انت مش متجوز ولا ايه؟ ها ها شاردين من وتصل الرحم من زين ما في. انت مش متجوز؟ لا متزوج الحمد لله. طب خلاص تصل الرحم، وتصل الرحم خلاص، يلا اقعد ادعوا ربنا يغفر له، وامك تدعي لك بعد كده. فشوف شوف قد ايه احنا بنتكلم على بناء مجتمع، وبناء مجتمع لن يحدث بين عشية وضحاها، لن يحدث. انسى انك تقول والله احنا عملنا في مثلا حكومه اسمها ايه هنا، حكومه التغيير، الحريه والتغيير، هقوم انا قلب الصفحه العمليه هتبقى وردي واخضر ولا، هتاخد سنين. بدك تقول والا الرسول صلى الله عليه وسلم كان نشر الاسلام في سنه واحده، ليه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى نزل القران في 23 سنه منجم، وشاف المعاناه بتاعت المسلمين في من قريش في مكه، وان هاجروا الهجره الاولى للحبشه صح ولا غلط، وما كده هاجروا الهجره الثانيه للمدينه، وكان بيربي اجيال. هشوفه كمان، فاشتغل على الاستثمار في الكفاءات البشريه لمده 13 سنه وهو رسول مبعوث او ايه يوحى اليه. 13 سنه يتربي في كفاءات اللي طلع منها ابو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، وخالد رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، كل هذا الناس الذين احدثوا تغيرات مجتمعيه ايجابيه على مستوى العالم كله. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر في الطاقات البشريه. ها؟ وكان يقول لهم ايه؟ صبرا على ياسر، اصبروا انا بربي. اصبروا انا ببني. لانه عايز يبني مجتمع، فمجرد ما جه الامر بالهجره اصبحوا هؤلاء نواه الدوله الحديثه اللي بدات في عصر سيدنا ابو بكر، سوري سيدنا عمر اللي هو اسس الدواوين فيها. لكن دي خدت قد ايه؟ خدت حوالي 15 ل 17 سنه من التدريب والتاهيل. يبقى نرجع للنقطه الاولانيه يا دكتور سنوسي، التدريب والتاهيل. احنا يا شباب صلوا على النبي، دي الناس بتبص لنا ان احنا متخلفين، لان احنا راكنين في حاره مش عايزين نخرج منها، راكنين في حق قافلين نفسنا عن نفسنا، بنعمل نفس المشروع اللي عملناه 50 سنه قبل كده بنفس الطريقه بنفس الاخطاء. يعني كنا احنا بنتكلم مش عارف امبارح ولا من يومين، مش عارف، اتكلمت كتير في السودان وانا موجود، مش عارف انا معاك ولا وانا فين يعني. قال انت وانت قلت لنا سالتنا، واحنا كمؤسسه كنا بنحاول نسجل في الامم المتحده في سنه 92 93، كان في بعض الناس في مجلس التنسيق عندكم في باكستان بيقولوا ايه؟ قول لهم بس كان بيقولوا ايه؟ كان اجتمع المجلس، مجلس التنسيق في المنظمات العامله هنالك لخدمه الافغان، فكانوا الموضوع المطروح، هل يجوز التعامل او اخذ اموال التمويلات القادمة من الأمم المتحدة أم لا؟ هذا كان السؤال. شوف في ناس كانت بتتكلم عن إيه؟ ناس بتطلع القمر وتلاقي النجوم، وناس بتقول لك يعني جوزها بعدين يعني. طب ما إحنا عايشين في مجتمع واحد دلوقتي. أنا بس هذكر كلمة جميلة جدا قالها بيير كيوري. بيير كيوري كان عندنا محاضرة في الفيسبوك من كام أسبوع كده، واستوقفتني الكلمة دي اللي هو قالها. قال لم يصلنا من المسلمين في الأندلس إلا 30 كتابا. أنت مش مغربي أنت؟ والأندلس من عندكم ولا أنت من عندهم؟ ولو وصلنا نصف الكتب التي أحرقت ودمرت لكنا نسير بين المجرات. بين المجرات. بيير كيوري كان أستاذ الفيزياء، علوم الفيزياء، هو ومراته ماري كيوري. طبعا اكيد انتوا حافظين ماري كيوري، هم الاثنين خدوا جائزه نوبل للسلام في 1903. لكن هذا الرجل مقوله صادقه، لو وصلنا هذا العلم وهذه المعرفه وهذه الثقافات وهذه الاصول لكنا ماشيين، لكنا بقى ايه؟ انت مثلا انت اسمك ايه؟
يا علي كان عندك انت مثلا فيلا في 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 ما في ايه مرسى يعني في زحل, وعندك مثلا مصيف مش عارف في عطارد الى اخره, وانت بتزوري خالتك بقى ساكنه فين هي؟ في المشترى المريخ. المريخ قال له المريخ حب انت بتشجعني المريخ ولا ايه كده ولا ايه؟ فشوف الراجل ده عليه الكلام ده, الكلام ده من قرابه اكثر من 100 عام. ايزابيلا وفرديناندو اللي هم احرقوا في غرناطة ما لا يقل عن 1,000,000 كتاب, ده غير إشبيلية وغير سرقسطة وغير 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 اللي عملوه المغول في اسمه كده في بغداد الى اخره. فلو كل الكتب دي وفي طبعا في 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 حضارات اخرى احرقت كتبها من ايام الاسكندر القبر الاكبر وقبل الاسكندر الاكبر وحرقت. اخر محرقه كانت محرقه كتب سراييفو اللي في البوسنه سنه 1992. بالتالي لما ننظر لهذا الامر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بربي انت, بربي انت وانت, لكي تكون انت وانت هما نواه بناء المجتمع. ولن يبنى المجتمع بدون تشكيلات مجتمعيه فيه. من زمان ما كانش فيه جمعيات, ما كانش فيه تنظيمات, بس دلوقتي المجتمع اختلف. زمان مجتمع المدينه بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه مثلا 1000 ولا 2000 ولا 3000 مسلم. كان سيدنا عمر يعدي الصبحيه ويشوفهم واحد واحد في البيت. لكن دلوقتي ما ينفعش, لازم يكون في والي, وكل والي يكون في مختارين وكذا وكذا وكذا, وكذا. في كل حي يكون في كذا وكذا وكذا ايه عشان يشوفوا هذه الملايين اللي مليانه من الناس اللي احنا المفروض ايه نخدمهم. فده بالنسبه للثلاث محاور اللي احنا كنا نتكلم عنهم اللي هي اللوكاليزيشن. اختم واقول كلمه واحده, لا توطين بدون وجود المجتمعات المحليه المؤسسات المحليه في الحته اللي انت قلتها اسمها الجراند باركنج بالعربي الصفقه الكبرى. في الصفقه الكبرى لا توطين, تكلمنيش تقول لي توطين وانا قاعد في الشارع وانت بتقرر عشان انا اكون صاحب قرار. التوطين معناه ان انا صاحب قرار, لا يكون توطينا صفقة كبرى بين الكبار فقط. هم الكبار دول قلة في العدد لكن عندهم الدعم المادي والتكنولوجيا, بس انا كثرة في العدد, لابد ان يكون لنا الشريك الثالث. فلا توطين لا صفقة كبرى بدون توطين وبدون اللي هو لا نترك احد في الخلف, بل باشراك هؤلاء في الصفقه الكبرى. فكون ثلاث شركاء, الدول العظمى ثم مع المؤسسات الدوليه الكبرى المانحه ثم مع المجتمعات الوطنيه اللي من امثالكم. ومن حقكم من حقكم من حقكم من حقكم اقعد اقول لبكره 5000 مره انكم تطالبوا بهذا. المشكله ان احنا ما بنعرفش حقوقنا فما بنطالبش بيها, فلا بد ان نعرف حقوقنا نطالب بها. جزاكم الله خير, ونستقبل منكم الاسئله والتعليقات عشان بس في حفله ثانيه بعد كده هو ان شاء الله. لا خليك انت, خلي الاستاذ انت هتاخد التعليقات ولا تعال انت اقعد هنا. واللي عايز يتكلم يقول كلمه سؤال, اهلا وسهلا بكم. مره ثانيه حقيقي بنرحب بالاخوه الحضور الذي انضموا الينا اخيرا, اخونا أستاذ عبد المولى موسى مدير الشارقة الخيرية والإخوة. مرة ثانية نرحب بكم في هذه الورشة, ونرحب بصفة خاصة بأخونا أستاذ عبد المولى موسى من مدير منظمة الشارقة الخيرية والإخوة الأفاضل من المنظمات الوطنية جزاهم الله خير. ونشكر حقيقة أخونا الدكتور هاني فقد طوف بنا في الأساسيات في قضية توطين العمل وأهمية أن يكون هذا توطين شامل في كل مناحي التسهيلات والترتيبات. وهو كما قال نحن نريد أن يكون المواطن هو سيد الموقف وهو الذي يدير التغيير. هنا دورنا نحن كمنظمات دولية كما أسلفت أنه نحن فعلا نقدم الدعم, الأشياء الأساسية الدعم المادي والدفع والتدريب المعلومة المجتمعية, وأيضا ركز على جانب أنه الكل يذهب سويا لقضية المقولة leave no one behind.
لا مع التركيز حقيقة على قدرة المواطن على الإنتاج، وهذا شيء مهم جدا أن تمكين المواطن، وده دورنا أيضا دور المنظمات الأجنبية هو تمكين المواطن حتى يكون مواطنا منتجا. التحديات تحدد عنها ومسألة الصفقة الكبرى أيضا أشار لها أخونا سامي، وأنا أيضا أرحب بأخونا باشمهندس سامي، هو من مكتب الرئيس بدولة الكويت لمشاركته معنا هنا، وإن شاء الله هو سيكون مبتدر للنقاش. الجانب المهم جدا الذي يعني ركز عليه هو دور المنظمات الوطنية في قضية التواصل، التواصل والتنسيق والتشبيك والشراكات، كذلك قضية الثقة بالنفس، هذه مسألة جوهرية جدا ولا بد منها حتى ولا يكون كما قال التغيير المجتمعي يحتاج صبر ولا يتم بين عشية وضحاها، وهذا ما نتوقعه من المنظمات الوطنية أنه يصبروا على التغيير وإلى الأفضل إن شاء الله. في وكذلك الدور المنظمات الوطنية في قضية الشراكة، شراكات الثلاث، المجتمع الوطني وهميته في ما يتفق عليه الكبار سواء كان مانعين أو الجهة التي تقدم الخدمة. أنا أترك المجال لبشمهندس سامي ليبتدئ النقاش، ثم نترككم الفرصة لتقديم تعليقات والأسئلة إن شاء الله تعالى، وأمامنا تقريبا نصف الساعة لهذه الأمور. فضل أخونا البشمهندس سامي. قبل طيب صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرة أخرى. أنا متبرع بوقتي للحضور، فما في يعني، لأنه بعتقد أنه وجود الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني بيننا هو إحدى الفرص التي يجب اغتنامها والاستفادة منها بشكل جيد. أنا لا أريد أن أقسم ظهره ولا أثني عليها أمامكم، لكن هو علم على رأسه نار لا يحتاج إلى تعريف. أنا ألخص في جملة واحدة، تجربة دكتور هاني البنا تمثل مثال أو تعكس مثال عملي لقدرة المجتمعات التي توصف بأنها متخلفة أو متراجعة، هي تجربة تثبت أن هذه المجتمعات تخرج رجال استطاعوا أن يقدموا قيمهم المحلية للعالم بندية كاملة باختصار شديد. جزاه الله خير وربنا يتقبل منه، والفرصة مفتوحة للفلور. بس عشان ننظم المداخلات، الشخص العاوز يجي هنا عشان المايكروفون قصير يعني. تفضل. قول حضرتك مين، كلم الناس، قول اللي انت عايز تقوله. طيب. وانا بحبك. حبني وانا بحبك. اكيد. حبني. دي ما بتخرج من اللسان لكن بتخرج من القلب وترى الحركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. محمد عبد الحي سعيد، منظمة سبيل الرشاد الخيرية العالمية. حقيقة أنا سعيد بالمشاركة في هذه الورشة التي يعني عنوانها يشير إلى طيات مفرداتها، فهي ورشة مهمة حقيقة، ولست ممن يعقب على رجل خبرة، عرفناه خلال الكلمات القليلة التي قالها ولا نقسم ظهره أمامه، نسأل الله يوفق وينفع به. هذه الكلمات التي كانت طرحا طيبا، أجمل ما أعجبني فيها ربطه بين ثوابت إسلامية، أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى واقع الأمة الإسلامية وإلى متطلبات المرحلة، وهذا نحتاج حقيقة فعلا إلى أن نفعله، لأن وصفنا بالمتخلفين راجع إلى تصرفاتنا نحن. فلو نحن أخرجنا هذه المعاني كما أخرجها الآن في هذه الورشة، لا أرسلنا رسالة واضحة إلى العالم، نحن أهل التقدم، نحن أهل الرقي، نحن أهل المصلحة. بل قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية أن الدين ما جاء إلا لسعادة البشر ولمصالحهم والانتفاء الشر عنهم والضرر، هذه ثوابت نحن لا نحتاج أن نستحي منها، بل نحتاج أن نقدم على إبرازها وإخراجها بكل وضوح للناس لنصل إلى ما نصب إليه إن شاء الله عز وجل من إصلاح الناس وإلى ما نقدمه من خير نبتغي به وإن شاء الله عز وجل. حقيقة هذه كلمة ومشاركة بسيطة، صلى الله عز وجل يجعل فيها نفع، وأشكر الدكتور. برضك بحبك. تعال تعال بعدين الأخوات. ها لا عشان التسجيل. كويس. السلام عليكم ورحمة الله. معتصم صالح حمودة صالح، مفوضية العمل الإنساني والطبيعي، ولاية خرطوم، إدارة الطوارئ.
متخصص في كلية دراسات كوارث الأمن الإنساني، ماجستير كوارث وماجستير عمل طوعي وإدارة المنظمات الوطنية والأجنبية. أنا شاكر لدكتور هاني، أنا شهدته في الأمم المتحدة في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لكن الآن هو معي وأنا بتكلم في موضوع التدريب. يعني يكون في السودان الفيضانات تتكرر من 88، 2006، 2007، 2019، 2020، يكون في مراكز تدريب لإدارة الأزمات أو الكوارث أو الطوارئ الفيضانات. مثلا في كردفان الكبرى يكون في مركز، في دارفور في مركز، في النيل الأزرق اللي هو دمازين وسنار، وفي الولاية الشمالية، وفي الخرطوم العاصمة السودان. بعد ده نشوف الناس متخصصين في المجالات، إذا كان إنذار مبكر أو مجتمع مدني، مجتمع محلي، أي زول في مجاله. في الهندسة معظم البنايات المبنية في ولاية الخرطوم في مناطق الهشاشة، يعني نبني جوار النيل، مجاري الأنهار. ثاني التخلص من النفايات، مثلا البيئة، إن البيئة الرديئة جدا، نكفل المجاري بالقوامة، وبعد ذلك نحن نجي وبعد نجي السنة الفيضان يشيلنا 2020، يشيلنا 2021. إذا نبقى في هذا المكان لا نتطور أبدا ولا ننظر للمجتمع العالمي. رواندا 94 بتحارب وبتكاتل، الآن أفضل اقتصاد في أفريقيا. إذا إحنا شلنا التجربة رواندا خاتينا هنا تكون أفضل شيء. يعني إحنا المجتمع المحلي اللي هو في الريف البعيد، إذا كان في دونغولا أو في جنينة أو في كادوغلي، بعدك ننتظر آخرين. إذا بقينا مجتمع منتج لا نقف في صف العيش، لا نقف في البنزين، لا نقف في صف العلاج. يعني إحنا السودان دولة عندنا موارد، إذا كان مائية بترولية كده، أو يعني في حاجات كثيرة أنا ما أدرتي، لأن أدي فرصة للآخرين. شكرا جزيلا. شكرا جزاكم الله خير. بس أخذ أخت وبعد نقلكم. يعني فضلي وبعدين حضرتك وبعدين حضرتك وبعدين أخت ثانية. فضلي، من أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سحر. أنا سحر الطيب العوض عبد الحليم. أنا عن اتحاد منظمات وجمعيات العمل الطوعي في السودان، مجموعة جيموسات. الحقيقة أنا عندي تعليق بسيط على الكلام بتاع الدكتور، وجزاهم الله خير، جزاهم الله خير الدكاترة، وعلى الفرصة الجميلة اللي منحونا ليها إنه نقابل الدكتور خبرة ومعرفة كبيرة. أأمن أول حاجة على التدريب للكادر المحلي، لأنه لسه نحن في المرحلة بتاعة الإنسان اللي بيعمل في العمل الإنساني ما قادر يطور فكرته ويسوقها ويعني يحكي عن مشكلته. ونحن مشاكلنا في السودان عارفينها، نحن لسه ما قادرين نصدرها للعالم عشان نحلها. تاني حاجة أنا بأمن على الإنتاج، وبرفض الفكرة بتاعت المنح والهبات كفكرة بتاعت المجتمع القاعد الما شغال. المنظمات كلها شغالة عبر منح وهبات. نحن عايزين نشغل المنظمات عبر مشاريع منتجة. بس كيف الفكرة بتاعت تسويق الفكرة، تسويق الأفكار، تسويق المشروعات، التدريب. العالم بقى ماشي للناس المحترفين في تسويق الفكرة، في تسويق المشاريع، في محتاجين تدريب للكادر فعلا اللي شغال في العمل الطوعي عشان يسوق فكرته ويحكي عن مشاريعه وعن مشاكله في السودان. جزاهم الله خير الدكاترة، شكرا لهم، جزاهم الله خير. اسمك انت بقى؟ سحر. سحر، بسم الله ما شاء الله. تفضل. وفي اخت تستعد من عندكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول للأخ الدكتور السنوسي على إتاحة هذه السانحة أن نلتقي كوكب من العلماء في مجال العمل الإنساني، دكتور هاني والأخ سامي والإخوة الزملاء جميعا. صراحة عندي ملاحظة أن الدكتور عبد المولى موسى مدير قطري جمعية الشارقة الخيرية، بارك الله. عندي ملاحظة بسيطة للعلم، يعني ولو أن الأخ الدكتور هاني يعني يمني سوداني. الدكتور هاني يعتبر رمز لنجاحات
الموضوع اللي بيتكلم عنه، لأنه هو بيجسد الشراكة المطلوبة ما بين الدونرز في العالم الغربي وما بين المنظمات الإسلامية والعربية وفي الدول الإفريقية وغيرها، إن سمح لنا بهذه الرؤية. وسقط هذه المعلومة للأخوان لأني عايز أطرح عليه سؤال: لماذا حتى الآن عاجزين عن وضع استراتيجية واضحة المعالم لخلق هذه الشراكات وجعل هذه الشراكات مندحة؟ نحن كمنظمات أجنبية عندنا في المانديت بتاعتنا أنه ندرب المنظمات الوطنية ونخلق شراكات، لكن نحن عايزين أنتوا تعملوا لنا بريسكريبشن، وصفة واضحة جدا للدونر من العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي، أنه المنظمات في العالم الثالث في إفريقيا وخاصة السودان، البلدان المعروف عنها تجدد الكوارث، مفروض يكون في إلزام، يعني شيء يأخذ طبيعة الإلزام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جنيفا، لأنه هو ده الرائع أو هو الباترون بتاع العمل الإنساني، إنه أي منظمة يكون عندها مثلاً برسنتج 30-20-10% للشراكات، لأنه يا جماعة الشراكة لازم أتيح لك فرصة إنه أنت تجرب بمالي أنا. الآن الغربيين هنا بقول لك لو ما عندك مكتب مؤسس وعندك تجربة وعندك كذا أنا بعمل معك شراكة، من وين أجيب أنا؟ أنا أم ويلينج لكن ما قادر أنفذ. فلا بد إنه يكون في شجاعة من العالم الغربي والمنظمات العربية إنه يقنعوا من 10-15% يقولوا دي والله للتدريب، ويضعوا لها موصوفة ممتازة تخلي الناس اللي يطلعوا من طور اللوكاليتيز. نحن الآن عندنا 7000 منظمة وطنية وعندنا أكثر من 200 منظمة أجنبية، صحة المعلومة أخواننا في المفوضية، لكن حتى الآن we are not proud of 10-15 منظمة وطنية قدرت يعني تنجح. شكرا جزيلا، كتر خيرك. طبعا سؤال ولا في سؤال ولا ما في سؤال؟ في سؤال ولا ما في سؤال؟ السؤال نعم في سؤال اجاوب عليه؟ يعني عايزين الى اي حد يحكوا في انه تقنعوا العالم الغربي الدونرز الكبار انه انت يا جماعه لسه بعيدين جدا من الكوميتمنت بتاعكم في انه ترفعوا الكباسيتي اللي انت تعملوا المنظمات الوطنيه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير على الطرح وعلى السؤال. طبعا أنا مش هتكلم عن تجربة شخصية عشان ما حدش يقول إن أنا بتكلم عن نفسي، لكن قبل عام 1992 كان من الصعب أنك تجد أي مؤسسة موجودة في المجلس الشرعي للاقتصاد العالمي إلا من رحم ربي واحدة أو اثنين أو ثلاثة، دي نمرة واحد. قبل عام 1984 والمجاعة في القرن الأفريقي ما كانش ولا جمعية إنسانية خيرية إسلامية في بريطانيا. دلوقتي بقى في أكثر من 120-130 جمعية إنسانية إسلامية في بريطانيا تعمل في المجتمع الدولي غير الجمعيات الأخرى، وكذلك انتشر وحتى في أوروبا ما كانش فيه، كان بس مجرد المساجد والمراكز الإسلامية إلى آخره. حتى أمريكا ما كانش فيها جمعية واحدة ما زال موجودة، لكن دلوقتي فيها مئات الجمعيات. فخلي بالك يا أخي عبد المولى، أنت أعوذ بالله من الشيطان الكلمة دي، يعني زي بتقول نحن نحرك مجتمعات، نحن وليس شخص. حركة المجتمع بتكون سرعتها بسيطة جدا، زي اللي مثلا عنده قاطرة تمشي 50-60 ميل في الساعة، لكن اللي عنده عربية فيراري ممكن 300 كيلو في الساعة، 300 ميل في الساعة. فإذا أردت أن تحرك مجتمع، يعني أنا بكلمك على مسيرة العمل الإنساني الخيري الإسلامي في الغرب بدأت بطريقة جدية منذ عام 1983-84، فأصبح هناك مئات لم يكن آلاف، مئات من الجمعيات الصغيرة والكبيرة المرموقة إلى آخره. الدور اللي احنا قمنا فيه في داخل كواليس الأمم المتحدة ان هو نتحدث عن ثقافة معينة، عن قيم معينة، عن أديان معينة، عن أعراف معينة، عن مشاكل حقيقية. فأصبح بعضهم يستمع، هذا لم يكن موجود منذ 30 سنة أو 40 سنة. ده اللي هو اللي يعني في مسيرة ماشية وفي حرب دروس على هذه المسيرة، إعلام
إسلاموفوبيا، تكثيف المنابع، تقليص الإمكانيات بتاعت الجمعيات، البنوك وتعنتها الغير عادي. يعني أنا أعرف مؤسسات بدون ذكر أسماء مش عارفة تحول 1,000 و2,000 دولار للسودان. ها؟ لا غير يعني مثلا بعض المؤسسات بتجيلها الفلوس، لكن دي لا، البنك بتاعها واخد الايه الخايف يعني الى اخره. فكل هذه الاعاقات المعوقات بتجعل سرعه المسيره الانسانيه اللي احنا كلنا شاركنا فيها منذ 40 سنه، كان من اوائل الناس فيها الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن الصميد. ده رئيسكم مش كده؟ مش هتتكلم؟ انا اذكركم، ادفع بقى شيك بقى الكويت والشارقه وانتوا قاعدين، ما تخرجوش من هنا لفوف. بالك من اوائل الثمانينات اول هيئه خلال الثمانيه العالميه اللي في 84 كذا. كل هذه الاشياء لو لم توجد لها، شوف خلي بالك يا اخي الفاضل، لو لم توجد لها هذه المعوقات لكانت انطلقت انطلاقه الى السماء. دور هذه المؤسسات في قضية أفغانستان دور الإنسان، وبعدين هقولها وهرجع أقولها مليون مرة، وكيف أن الدول سمحت بخلط الأوراق، فبعض المؤسسات أخطأت في أفغانستان، أخطأت لأن كان يأتينا الناس الأفغان ليجمعوا تحت رعاية وعناية ورؤية ومسمع وتأشيرة الدول اللي احنا بنعيش فيها، يجمعوا السلاح لأفغانستان، وبعدها اتهمونا بالإرهاب. التاريخ يكتبه من شاهدوه ليس من قرأوه، لأن من قرأ قد يقرأ لإنسان لم يعش التاريخ. أنا أقول لك بمنتهى الصراحة، في هذه الثمانينية كان تأتي ويجمع المال للسلاح، أصبح كل هؤلاء الناس إرهابيين. من الذي سمح بهذا إلى أن يصبح قوانين حاليا وتضييق وإعلام خاطئ يتهم الناس؟ ومع ذلك المسيرة تسير بسرعة أبطأ. الأمر الثاني الأخير اللي هو اللي خوف كثير من الحكومات من اللي هو مش الاقتصاد، اللي هي انتوا عليكم الحصار، فبتحاول انها تقلل بقدر الإمكان مساحة الحريات للعمل المجتمعي، وده غرسك أصبح عائق. أصبح في دول ممكن هي أبنائها يحلوا مشاكل كتيرة جدا. أنا حضرت فترة من الفترات في التسعينيات، أول التسعينيات، وخبرتي مع الهيئة الأغراض الإسلامية العالمية لما كنت بزور السعودية، بسم الله ما شاء الله، وفي الإمارات وفي الكويت وفي البحرين وفي عمان وفي كل في مصر وفي كل حتة، المتبرع عايز يدي، عنده الطاقة المفعلة التي تستطيع أن تجعله مانحاً، دي مش موجودة دلوقتي. أصبح المتبرع العربي بالذات يعني يخشى أن يعطي المال لجمعية محلية، ناهيك عن يوديها للسودان، يوديها لأفغانستان، يوديها لباكستان، يوديها لسوريا، يوديها لبنان إلى آخره إلى آخره. فكل هذه المعوقات يا عبد المولى، عبد المولى أخ عبد المولى، بتنبئك أن مع ذلك إلا أن المسيرة تسير ببطء، كان مفروض تسير بسرعة 50-70-80 ميل، دلوقتي بتسير بعشرة ميل أو 20 ميل. لكن لا يأس، لا يأس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه من الطائف حصل فيه إيه؟ ورفض، لأن عنده سعة علم وسعة رؤية واستشراف للمستقبل. لعل الله أن يخرج من بينهم القول إيه؟ ها؟ من يعبد الله ورسوله. أطبقن عليهم الأخشبين، لا يا جبريل، لا يا ميكائيل، لا لا لا. وخرج منهم. فعندك الرؤية دي، لأن الرؤية دي بتمثل ثبات الإيمان المرتكز على يقين متصل بالله سبحانه وتعالى. والعمل الإنساني لابد يكون في كده، لابد يكون في كده. أنت مؤمن برسالتك من الإنسانية ولا مش مؤمن؟ أنت مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ عاملها مش بق كده الواحد بيقوله، أو كلمة أو خطبة جمعة أو حديث أو لا،
عملية تضحية. فده بس يعني معذرة ان انت 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 لقد زغزغت عواطفي بسكيني. اهل الحكمة واهل الايمان واهل الفقه مش كده؟ انا عرفتك من شكلك. ها مين تاني؟ في اخت من الاخوات الأبلة، وبعدين انت مش اخت، انت في اخت. ها يا اخت الدور ليكم اخت. ان تعالي يا اخت انت، ايوه كده ريحتيني، وبعدين نخش على الاخوه تاني. تعالي ابنه خديجه تفضلي، من انت وماذا تفعلين وماذا تريدين ان تقولي؟ السلام عليكم. الاخت فاطمه حسن حمزه، الاخت فاطمه حسن حمزه محمد، رئيس منظمه الشباب مع المجتمع الخيريه، خريجه اقتصاد. برضو عايزة أتكلم عن نقطتين، يعني عن حاجتين. أو الأولى هي برامج التدريب، برضو تكلموا عنه الناس كثير. التمويل، برامج التمويل، يعني كان في منظمة يعني عندها تمويل بتمويل الشباب أو النساء أو كذا. يعني أنا دار أقول لهم نقطتين، إنه مثلا زي التمويل ده لما أنت يعني كمنظمة دار تمويل الشباب أو هنا دربين أول أهلين أهل الشباب ده عشان يكون قادر إنه شنو يعني يقدر يواصل، يعني اعملون دورات استثمار، يعني بعد ذاك تدريب، اعملون تدريب مناسب وصولا الى الانتاج بجوده عاليه، نهايه بالتسويق المناسب. دي نمره واحد. يعني اثنين برضو اتكلم عن المنظمات، يعني في كثير من المنظمات انا بلقاها هنا بتقول لك انا والله ماشي اشتغل في النيل الازرق وجنوب كردفان عشان في تمويل نزل هناك، ما بيمشي لي مشكله معينه. او مثلا زي انا شفت منظمات جنوب كردفان دي اغلبيتها شغاله في الذهب، انا اقول صراحه يعني كان اجنبيه او سودانيه او اي شيء، اغلبيه المنظمات دي شغاله اصحاح بيئه في منطقه الذهب. يعني انت من داخل جنوب كردفان الاتجاهات الشرقيه دي من العباسيه كلوغي تلودي الليري، ما في منظمه شغاله شغل انساني حقيقي، كلهم ماشيين هناك بس تلودي محل الذهب. في عندك من مناطق انتاج، يعني في انتاج يحير كل العالم في البلاد دي. هنا فاكهه الباباي دي بيشرحوها، انا اللي جبنا الناس العباسيه دول بيشرحوها للبقر والغنم، ما عارفين هنا الهنايه القرع العسل ده بيشرحوه للبقر والغنم، ما قادرين. ما في منظمات بتجي بتعلمهم ينتجوا الحاجات دي عشان يجي يجيبوها لنا، احنا هنا محتاجين لحاجات زي دي. المانجا دي اقسم بالله من حته اسمها رشاد يا حد تصل كلوجي، المنقه دي عامله اسهالات مائيه، عامله مشاكل للغنم للبقر، ما في زول قادر يجي يعمل هنا يعمل حاجه حقيقيه. المنظمات دي كلها هناك، انا بقول لو مسؤوله من الكلام ده انا مشيت انا عملت مسح هناك. المنظمات دي كلها شغاله في مناطق الذهب بس، كل المنظمات شغاله في جنوب كردفان دي بالذات في الجهات البجايه دي شغاله في، ما عندها شغل حقيقي خالص، كلها شغاله هناك. في انا مشيت منطقه اسمها بلوله دي برضه اللبن ده بيعملوه روب، اذا ما لقوا طريقه وصلوا الاسواق بيتفقوا. طيب انتوا ما تعملوا جبنه دي شنو يعني بيشتري مين منه؟ ما عارفين. لقيت ناس اثنين بيت وابوه عضين كلب، ما لقوا طريقه، ما في مركز صحي، ما لقوا المصل بتاع هناي. في النهايه البيت اتنازلت للابو، البيت ما اعطته حي الابو. دي كلها هناك المنظمات ما عندها شغل بالانسان نهائي، شغاله ذهب. أخونا وعند أخونا فضل. طيب خلاص أخونا أخونا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. سعيدين جدا نكون في الهيئة العالمية الإسلامية وبحضرة الدكتور هاني البنا وأساتذتي ومعلمينا، إخوة في العون المباشر والإخوة في منظمة أو جمعية الشارقة. حقيقة نحن خير المنظمات الموجودة هنا، كل وصلنا يمكن يكون ما لاقونا. أنا عثمان صالح محمود، منظمة رواحي للتنمية، منظمة وليدة، يمكن يكون منظمة رواحي للتنمية. حقيقة العمل الإنساني والطبيعي عمل حقيقة شاق، ما يصبر عليه إلا زول عنده قناعة. يعني عشان كده تلقى المنظمات التي أسست لما نيجي المدير الثاني بيكون ما عنده الرؤية للمنظمة دي. يعني المؤسس تلقاه ماشي كويس، لكن البعض ما عنده الرؤية، تلقاه دهورت أو بقت منظمة في شنطة ودي بتواجه ناس كثيرين. فعشان كده نحن محتاجين للتدريب أكثر. دكتور هاني جزاه الله خير لما يجي هنا نحن نحاول نحضر معاه ونحاول نكون معاه قريبين منه ونتابع صفحات وكده على أساس نتعلم منه
الشيخ عمد حامد الحيط، الإخوة المدربين كده، بنكون قريبين منهم على أساس نقدر نطور في عملنا وكده. ونحن كنا مدربين تحت ناس وكده لحد ما أسسنا جمعيات ومنظمات، والحمد لله نوعا ما يمكن هي تكون ماشية رغم التحديات ورغم الظروف المحيطة بالبلد. اعتمادنا ما كان على الحكومة أو اعتمادنا كان على المنظمات الوطنية، كان اعتمادنا شراكاتنا مع المنظمات العالمية في الفيضانات والسيول. نحن انتهينا من الأضاحي طوال خشينا الفيضانات والسيول مباشرة، يعني عملنا تصوير جوي ورسلناه للجمعيات والمنظمات. الآن عندنا مشاريع ما قادرين ننفذها، هو الله يجزيك خير، ادعم ادعم الجماعه الغلابه اللي قاعدين ما قادرين ننفذها. يعني هسه وصلنا لمرحله ما بعد الخيام اللي سويناها، يعني عملنا 400 دكتور هاني ظل خير زار معانا وعازمنه وجبه حق فطور من الحياه الكويسه اللي علمنا لها في الطريق، وقلنا له في وجبه قال انا ما جاي اكل عندي شغل معاكم. كملنا الشغل نحن جعانين معه للساعه 3، فعلمنا حقيقه وقلنا له توصينا بشنو؟ قال اوصيكم بالتوثيق. فنحن ساعه مشينا شلنا الطياره الجويه دي، صاحب الشركه قال الا 25 ما كان عندنا، عندنا 15 طياره، فانا اقنعته طياره معانا، مشى معانا منطقه الشقيلاب، مشى معانا ود مختار، مشى معانا ام دوم، تمينا له 20,000 وصور ومنتج لنا ودانا ورسلناه للمنظمات العالميه، اقتنعت بان السودان منطقه حقت كوارث طبيعيه، وطوالي جانا الدعم. الان احنا عندنا مكانات حقت خياطه، عندنا شو جاتنا كله يعني بجهد بسيط كده وتدريب بسيط. الدائرة اقول انا نحن المتضررين النازحين اللاجئين ما نعودهم على الإغاثة، نحن من اليوم الأول لحد أمس بنوصل إغاثات، والمنظمات جزاهم الله خير بتوصل إغاثات، دايما نعلمهم على الإنتاج، ونعلمهم على إنه نحن نازل ما بعد الإيوان أعمل لهم شنو؟ ماشيين حسي في خطوة حقت مكانات حقت طوب بلوك، البنتج منه الكادر البشري عندنا يا إخواننا نحن، كان متطوعين ولا كان غيره، عندنا الكادر البشري، نجيب المكانات نخليهم ينتجوا نبيع لهم الطوبة دي بنص القيمة، دي الفكرة. الأمر الثاني نحن شيخنا السنوسي وإخواننا في العون المباشر نستفيد منهم يا اخوانا، الناس المدربين دول حتى فيكم مدربين نستفيد منهم، نعمل دورات تدريبيه لنا نطرح قضايانا بطريقه جميله، طريقه كويسه، ما نعتمد على انه الا دكتور هاني يجينا من برا نقوم نجمع الجمعه دي. دايرين نحن الصغل والفكره اللي عملوها مشايخنا ودكاترتنا ومدربيننا انطلقوا في مسار نحن دايرين نتعلم منهم. يعني هنا فينا الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله عليه، فينا الشيخ عبد الله مكي، فينا منو؟ فينا السنوسي، عندهم تجربة كبيرة جدا، نحن التجربة دي دايرين ينزلوها لنا، لأنه العثرات اللي وقعوا فيها هون إذا هون درسونا وعلمونا نحن بنختصر طريق كبير جدا. إذا الشارع المشبه بعيد يقول لك الشارع ده بعيد، لكن نمشي بالشارع ده، فبتصل في أقرأ في أقل فترة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير إن شاء الله. مش الحكومة جاية؟ هنتجوز الحكومة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من أنت؟ علي محمد خير. من أنت؟ أنا طبعاً ناشط في منظمات المجتمع المدني واشتغلت في مجالات كثيرة، من ضمنها الأمين العام لشبكة منظمات التمويل الأصغر وممثل لجمعيات الائتمان والادخار. الحقيقة نحن يعني كانت أول شراكة مع أخونا الدكتور السنوسني في الهيئة الخيرية الإسلامية تمويل الجمعيات، وماشيين بمستوى ممتاز جدا رغم انه في تعثرات شويه من الجمعيات، لكن يعني بدينا في التدريب معهم وبدينا، وحتى كانت الشراكه بيننا وبينهم في الشبكه عبر الجمعيات. الحقيقه دايما نتكلم في مساله الانتاج والورشه اللي تكلم عنها الدكتور هاني اللي هو توطين المجتمع المحلي لكي يتدرب وينتج ويعمل. الحقيقة العنصر البشري هو عنصر جيد جدا، لكن ما لاقي الجهة الممكن تقومه للمسألة بتاعت الانتاج. أول حاجة بنحتاج لتنسيق، وبنحتاج لشراكات، وبنحتاج لتعاون بين الدولة القائمة وبين المجتمع المدني، وده مهم جدا جدا، ويكون في ربط مع المجتمع الدولي اللي هو المانحين، على اساس انه المساله تكون مسلسله ماشيه ب ب ب ب ب بخطوات. حتى ناس اخواننا ناس العون المباشر ده نحن زرناهم، لكن قالوا نحن بنتعامل مع البشر ما بنتعامل مع المنظمات ولا الجمعيات، والجمعيات والمنظمات طبعا هي كيان بتاع مجتمع. انا ما اعرف غايته الفكره دي حقهم شويه يغيروها عشان يكون في تعامل مشترك بين المجتمع وبين المنظمات والجمعيات. التدريب طبعا شيء مهم جدا، الناشطين اقتصاديا ديل بيجوا
اللي هو بيكون عنده خبرة في مسألة التمويل ومسألة إنه هو عايز يشتغل وعايز تديه تمويل عشان ينتج، لكن بيحتاج لجرعة تدريبية بتاعت الـ SYB اللي هو كان how can to be start your business، إنه كيف يبدأ المشروع بتاعه. فمسألة التدريب مهمة يا دكتور هاني، ومسألة التنسيق مهمة، والشراكات مهمة. ده أنا يعني حبيت أضيف. الله يبارك. طبعا أخونا سامي حيكتب المخرجات دي كلها وطلباتكم، وانتم كلكم بلا استثناء اتفقتم على التدريب والتأهيل. أنا بس عايز أقول كلمة عشان هم حيخرجونا في احتفال الساعة 12، وعايزين ناخد القاعة الساعة 11:30. أرجوكم ضعوا ميزانيات للتأهيل والتدريب والبحث، يعني قول المراكز الرئيسية بتاعتكم يا شباب في الكويت، في الإمارات، في السعودية، في كل الأماكن دي كلها، يضعوا ميزانية معتبرة. أنا كان لي رؤية أعوذ بالله مش هنجيم أن ساعة الكارثة أنا مش حصف 100% من فلوس الكارثة اللي هي 200 سبونس على اللي هو الدعم المباشر اللي هو الاستجابة السريعة، لكن هاخد منها 30% لبناء المجتمع و70% فقط أصرفها. فنريد فتاوى لكي نأخذ من أموال الإغاثة 30% من إغاثة، بدل إغاثة اللي هو البطون والكذا، إلى إغاثة العقول وبناء المجتمعات. ده ها؟ أما دي موجودة من يعمل لك إسف اللي عندك كله. أيوة جزاكم الله خير، بس إحنا عايزين نؤطر هذه الفتوى عشان نعممها، عشان نقول للناس ده شيء أصبح شيء طبيعي، إن أنا هاخد منكم 30% من تبرعك يا شيخ فلان ولا يا شيخة فلانة ولا كذا ولا كذا، عشان أبني فيها من المجتمع، لأن لو ما بنيش مجتمع هترجع الكارثة تتكرر مرة تانية. أخونا بس في الآخر يلخص اللقاء، وبعدين نشكركم علشان الحكومة هتطردنا. تعالى قدام. طيب، تحدث الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني في المملكة المتحدة في 3 محاور أساسية كانت هي أهم مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني. تحدث عن اللوكاليزيشن أو إعادة توطين أو توطين العمل الإنساني المحلي، وأهمية رفع قدرات المنظمات المحلية والكادر الذي يعمل بها. تحدث أيضا عن لماذا أهمية التوطين، لماذا أو أهمية هذا المخرج ومساهمته في الاستقرار الاجتماعي، مساهمته في التنمية في المجتمعات المستضيفة لهذه المنظمات، أهمية هذه المنظمات المحلية في تعزيز القيم المجتمعية والدينية، في تعزيز السلم والأمن وغيرها من المخرجات الوطنية وغيرها من المطلوبات الوطنية في المجتمع المحلي. تحدث في المخرج الثاني عن أحد المبادئ الهامة كمخرجات للمؤتمر، وهو عدم ترك أي أحد في الخلف أو عدم إهمال أي شخص في خطط التنمية وخطط تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والاستفادة من التنوع الموجود في المجتمعات في تعزيز هذا العمل الإنساني، بدلا من أنه يصبح التنوع هو مثار لاستقطاب حد يقسم هذه المجتمعات. وتحدث عن أهمية المنظمات الإنسانية والمحلية في هذا المجال. تحدث في المحور الثالث عن الصفقة الكبرى كواحدة من مخرجات المؤتمر الدولي، وتحدث عن إنه هذا المصطلح أو هذا الاتفاق ما بين كبار المانحين وما بين كبار مقدمي المساعدات الإنسانية هو اتفاق ناقص ما لم تشرك فيه هذه المنظمات المحلية شراكة أصيلة، وليست شراكة يعني تمثيل رمزي، بل هي شراكة لأصحاب قرار هم موجودين على الأرض. لذلك لا بد ولا يكتمل التوطين إلا بإشراك هذه المنظمات المحلية. ولخص ذلك في جملة أنا أعتقد أنها ذهبية وتكتب بماء الذهب: لا صفقة كبرى بدون توطين، بل إشراك المنظمات المحلية الوطنية بجانب المانحين الكبار والمنظمات الدولية. بعد ذلك فتحت المداخلات،
وتحدث عدد من ممثلي المنظمات سبيل الرشاد العالمية وأيضا مفوضية العمل الإنساني الأخ معتصم صالح والأخت الأستاذة سحر الطيب من اتحاد المنظمات الطوعية في ولاية الخرطوم. تحدث أيضا الدكتور عبد المولى من جمعية الشارقة والأستاذة فاطمة منظمة شباب مع المجتمع وأيضا الأخ عثمان صالح منظمة رواحل والأستاذ علي ممثل لجمعيات الائتمان والادخار جزاهم الله خير جميعا. ومحورت أو ركزت المداخلات على ثلاثة محاور أساسية. أولا التدريب، التدريب التدريب أهمية التدريب للكادر المحلي والمنظمات ورفع قدراتها capacity building. النقطة الثانية واللي اشترك فيها معظم المتحدثين هي ضرورة التنسيق والتشبيك ووجود عمل lobbying للمنظمات المحلية بحيث إنها تستطيع إنها تنتزع حقوقها وتمثيلها في ما يعرف بهذا الاتفاق الكبير أو الصفقة الكبرى. النقطة الثالثة وكانت المهمة أيضا هي ضرورة الاستفادة من الخبرات المتواجدة الآن في هذه المنظمات والاستفادة منها في رفع قدرات الكادر المحلي للمنظمات الأخرى المحلية الموجودة. وأخيرا عقب الأستاذ هاني والفرصة أيضا ستكون مفتوحة له في الختام، أكد على ضرورة أيضا الثقة بالنفس والاعتزاز بالقيم المحلية المجتمعية للتغلب على التحديات التي تواجه هذه المنظمات. أنا شاكر جدا لمفوضية العمل الإنساني بولاية الخرطوم أصالة عن نفسي ونيابة عن الدكتور أحمد السنوسي مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وكذلك شاكرين لجميع الحضور من المنظمات الإسلامية أعضاء المنتدى الإنساني أو المنتدى الإسلامي للمنظمات العربية والإسلامية في السودان. شاكرين أيضا قبل الجميع للأستاذ الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني، ونترك له ختام هذه الورشة الجيدة يحيي هؤلاء الإخوة. ختامه مسك يا دكتور، أنا ما ممكن أكون الختام يعني. هو بيفكر تفكير نمطي، فذلك هو قاعد جوه الصندوق. المسك حيجي من الغزال، مش الغزال هو اللي بيدينا من دمه المسك؟ قال لي يا غزالة وختامه مسك. نحن أيضا باسم المكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هنا في السودان ومنتدى المنظمات الإنسانية العالمية العاملة الإسلامية الإنسانية العالمية العاملة في السودان بنشكركم حقيقة جميعا على هذا الحضور ومشاركاتكم الثرة والقيمة. وبنشكر قبل ذلك فضيلة الدكتور هاني البنا على ما قدم وما يقوم به، ونأمل أنه يعني يظل دائما روحه شبابية كما هو حاله. وأيضا نشكر عبركم أخونا البشمهندس سامي زين العابدين الذي أتانا من وراء البحار من المركز الرئيسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهو يدير وحدة مهمة جدا وهي وحدة دراسات المشاريع، فما في مشروع إلا يمر عبره يعني، بالتالي شخصية مهمة جدا ونحن سعداء جدا حقيقة بمشاركته. الشيء الذي نريد أن نؤكد عليه وأكدنا عليه مرارا أننا نحن هنا أتينا هنا إلى السودان لنساعد إخواننا في السودان، وبنشكر حقيقة حكومة السودان ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومفوضية العمل الإنساني الاتحادية وكذلك المفوضيات الولائية والمنظمات الوطنية على يعني تسهيل مهمتنا ومساعدتنا حقيقة في تنفيذ ما نصبه إليه. ولكن نحن بوجودنا هنا وجود عابر، وبالتالي يهمنا جدا أن نترك ورائنا منظمات قوية ذات بناء مؤسسي قوي تستطيع أن تسد هذه الفجوة. وهذا هو الهدف الآن من هذه الندوة، أنه نسعى جميعا لتوطين العمل الإنساني الأجنبي وفينا في الإنساني الوطني هنا في السودان ورفع هذه المقدرات حتى يسد هذه الفجوة، ونأمل أن يقوم بذلك حتى يمنع أي شر لهذه البلاد. مرة ثانية أشكركم جميعا ونشكر الدكتور وجزاكم الله خير، وشكر أيضا لمفوضية العمل الإنساني هنا في ولاية الخرطوم لاستضافتنا وجزاهم الله خير.